ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعمل الاكله بتاعتي المفضله، هنعمل سجق الشارع. هنعمله بطريقه حلوه ان شاء الله هتعجبكم جدا. اول حاجه احط معلقه زيت وما تكتروش علشان هو اصلا فيه دهون، وبعد كده احط السجق. حطيت السجق، هفضل اشوح فيه. انا شوحت السجق كويس، هحط له الثوم. دي معلقة ثوم. الثوم ده بيديله ريحة وطعم حلو قوي. ريحة الثوم معاه بجد فظيعة. هحط له البصل، دول بصلتين. هحط الفلفل، ده فلفل رومي. انا قبل كده في فيديو السجق والمكرونه حطيت فلفل الوان، بس لقيت ان الفلفل الرومي بيبقى طعمه احلى. اللي انتوا بتحبوه حطوه. هحط له ملح وكزبره وفلفل اسود وبابريكا. الكزبره دي بتخلي طعمه حلو قوي. انا ما حطيتش بهارات لان هو اصلا عليه بهارات. ما تكتروش الملح لان هو بيبقى فيه ملح. وهحط الطماطم. هعمل الطحينة علشان احطها على السندوتشات. انا حطيت طحينة وحطيت ملح وكمون. حط بس معلقة خل، ممكن تحط توم، بس انا علشان حاطه في السجق توم ما يبقاش توم كتير. وهحط لها مية بالتدريج. السمك بتاعها كده كويس. السجق خلاص استوى. اخر حاجة بديله كده رشة من البقدونس. انا هعمل سندوتشات، هحط طحينة واحط السجق. بره بيقوم فاتح الرغيف نص فتحة من النص ويسيب الباقي فاضي، ويحط سجق يكون مفرفته كده، انما في البيت احسن بكتير. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. انا كده خلاص خلصت. ممكن تعملوا السجق ده في سندوتشات، او ممكن تعملوا جنبه مكرونة بتبقى حلوة جدا برضو. اتمنى تكون طريقتي في السجق عجبتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.